ازيكم يا مواليد برج الحمل؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحمل. توقعات الثلاث الموافق 21 مارس، 21 اذار، 21 3 2023. يوم الثلاث يوم مناسب جدا لو حابين نسوي مستند او حتى التزام مادي عندنا تاني. هيكون صعب شوية لو حابين نسافر، فما بنصحكش انك تسافر فيه. خليك حذر اكتر وحاول تمتثل للقواعد اللي بينصها الطريق عليك. حاول تبقى بتحل موقف مش حلو النهاردة في علاقتك مع شريكك وفي حبك ليه وحتى في حياتك الشخصية معاه، بس حله بلباقة ودبلوماسية اكتر. هيحضر كتير منكم تجمعات مختلفة في مناسبات كتير تعتبر ممتعة، هتجمعكم مع اصدقائكم بشكل كبير وهتطلبوا صحة الشخص المحبوب الانتباه بالنسبة ليكم اللي بيعتبر اتولد النهاردة في اليوم ده. هيجيب مواقف كتيرة مش متوقعة بالنسبة ليك. مش هتغير بس خطتك لليوم، بل بالعكس هتأثر بطريقة تفكيرك حتى، وازاي بتطور نفسك في الاشهر الجاية، وازاي هتظهر نفسك في مهمات عاجلة جدا ليك مش هتعرف تتعامل معاها بشكل اعمى. بالعكس هتبقى محتاج انك تعدد ليها بشكل كويس وتنظم ليها. النهاردة هتأدي مهماتك المنزلية المختلفة بإجهاد عقلي شوية وعاطفي شوية بسبب الفترة القصيرة اللي بيتعين عليك انك تكملها. على الأرجح هيكون في شوية توترات مرتبطة حتى بحقيقة انك هتتمكن بس من انك تعتمد على نفسك بالنسبة ليك النهاردة، وهيجيب ليك تجارب مثيرة جدا للاهتمام. في ظهور فرصة جديدة ممكن تبقى بتحقق ليك النجاح لو كنت بتخشى انك تقبلها بسرعة وانها مش هتتحقق. في يوم الثلاثة هتبقى علاقاتك مع كل الاشخاص القريبين منك وكل الاصدقاء والزملاء والغرباء اللي بيبقوا بيتمتعوا بشخصية صعبة فيها شوية غضب، لكن في شوية سهولة في الاساءة للاشخاص اللي حوالينا. لازم ننتبه شوية في حاجات مهمة جدا، لازم نحمي نفسنا عاطفيا منها وعقليا عشان ما تأثرش بشكل سلبي على كل الأشخاص اللي عندنا. ما نسمحش لنفسنا بأننا نستفز والرد يبقى سيء بمثل الأفعال اللي بنبقى بنلاقيها. مش هيساعدنا ده كتير، بل بالعكس هيأثر علينا بشكل أكبر على كل مزاجنا واحترامنا لنفسنا. هنجري شوية تعديلات يوم التلات في محادثات هتبقى مع أشخاص بيمثلوا أجيال مختلفين في الأسرة. هنتناقش معاهم في شوية إجراءات للتغيرات المستقبلية اللي بنبقى بنستناها واللي بتبقى بتأثر علينا بشكل كبير جدا. على كل الأشخاص القريبين مننا النهاردة هنكون مثقلين بالواجب المنزلي، حتى لو سنحت لينا الفرصة هنقوم بأننا نأجل المهمات للأيام اللي جاية. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.